اهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثاني الاعدادي. النهارده هناخد الدرس الاول في الوحده الرابعه في التاريخ، خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ابو بكر الصديق هيتولى الخلافه يا اولاد من 11 ل 13 هجريا. والخلفاء الراشدين يا ولاد هم أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. ولماذا يا ولاد أطلق عليهم الخلفاء الراشدون؟ أطلق عليهم خلفاء لأنهم جاءوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وتولوا أمور المسلمين في دينهم ودنياهم. وأطلق عليهم الراشدون لأنهم صاروا على نهج مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، واهتدوا بهديه واستكملوا مسيرته في بناء الدولة الإسلامية. هنتكلم على حياة أبو بكر الشباب قبل الإسلام، قبل دخول الإسلام. أبو بكر الصديق عامة كان بيعمل بالتجارة، فكان تاجر أمين، وعرف عنه يا شباب الصدق والإحسان والإنفاق على الفقراء والمساكين والتواضع والبساطة، وكان محبوبا من الناس، مترفعا عن عادات الجاهلية، فلم يشرب الخمر قطا، ولذلك ارتبط بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان من أهل الرأي والمشورة في قريش. دي صفاته قبل الإسلام يا شباب. طب نتكلم على حياته بعد إسلامه. لم يتردد أبو بكر الصديق في دخول الإسلام عندما دعا إليه الرسول يا ولاد، عندما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أول من أسلم من الرجال، وسرعان ما قدم نفسه وماله وأسرته وكل ما يملك في سبيل الدين. ماذا فعل؟ خرج بين الناس داعيا ومجاهدا، حتى أسلم على يدي أولاد الكثير من صحابة الرسول. ولما الرسول يا أولاد جهر بالدعوة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه خطب عند الكعبة وتحمل أذى المشركين، فكان أول خطيب في الإسلام، وأنفق معظم أمواله على الفقراء المسلمين، يعطي المحتاج ويحرر العبيد. شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات، فأحب الرسول وجعله إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه، وتوفى الرسول وهو راضي عنه. طيب هنتكلم بقى أبو بكر الصديق خليفة للمسلمين. لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتحمل الصحابة الخبر، ومنهم عمر بن الخطاب الذي قال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. لكن أبو بكر كان أولاد أكثر ثبات وصبر، وقال: من كان يعبد محمد فإن محمد فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبهذه الكلمات يا ولاد هدأت النفوس واستقرت، وتقبل الجميع أمر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسباب اختيار أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين،
ان هو يا اولاد كان اكبر الصحابه سنا عندما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم. اثنين، اول من اسلم من الرجال. ثلاثه، جاهد بنفسه وماله واولاده من اجل رفعه الدين الاسلامي. حب الرسول له وجعله اماما للمسلمين في الصلاه اثناء مرضه. شفنا كمان يا اولاد كان رفيق الرسول في الهجره الى ايه، الى يثرب. اهم اعمال ابو بكر الصديق ارسال جيش اسامه بن زيد لحرب الروم. يبقى اول اعمال ابو بكر الصديق ارسال جيش اسامه بن زيد لحرب الروم. اول عمل قام بها ابو بكر الصديق تنفيذا لوصيه الرسول، رغم ان بعض الصحابه نصحوه بعدم ارسال الجيش لان الدوله في الوقت ده كانت بتواجه خطر يا اولاد عظيم، اللي هو خطر المرتدين. هنعرف شويه كده مين هم المرتدين. لكن ابو بكر الصديق اصر على ارسال جيش اسامه بن زيد، وخرج هو في وداعه كان ماشيا واسامه راكبا، وتحرك الجيش نحو الشام يا اولاد لقتال الروم. وبعد 40 يوم عاد الجيش سالما غانما لينضم لجيوش المسلمين في قتال المرتدين. اثنين، ثاني عمل يا اولاد قتال المرتدين. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تعرضت الدولة لخطر كبير. ايه اللي حدث؟ بعض القبائل ارتدت على الاسلام، وبعضها رفض يدفع الزكاة، وادعى البعض النبوة، وبعضهم ادعى النبوة مثل مسيلمة الكذاب. أبو بكر هياخد موقف حازم من المرتدين، هيرسل عدة جيوش بكابت الصحابة لقتال المرتدين، وأوصاهم إنهم يراعوا آداب الحرب في الإسلام. ونجحت الجيوش الإسلامية في إعادة القبائل المرتدة إلى الإسلام مرة أخرى. طب ما هي آداب الحرب في الإسلام؟ عدم هدم البيوت أو المعابد. اثنين، عدم حرق الزرع او قطع النخل. ثلاثة، عدم قتل الشيوخ والاطفال والنساء. عدم الاغارة ليلا حتى لا تروع النساء والاطفال. خمسة، عدم التعرض للرهبان المتفرغين للعبادة. دي اداب الحرب في الاسلام. تالت حاجة من أعمال أبو بكر جمع القرآن الكريم. بعد استشهاد الكثير من حفظة القرآن الكريم يا أولاد أثناء حرب المرتدين، أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبو بكر الصديق بجمع القرآن، فأمر أبو بكر بجمعه، وأمر زيد بن ثابت واحد كتاب الوحي بجمعه ووضعه في صحائف. رابع أعماله نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية. بعد استقرت الدولة وتم القضاء على المرتدين، فكر أبو بكر الصديق إن هو ينشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، فأرسل يا أولاد أربع جيوش معايا إلى الشام والعراق. يبقى أبو بكر الصديق
بعد ما استقرت الدولة وقضى على المرتدين، أراد أن ينشر الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية ويأمن حدود الدولة، فأرسل عدة جيوش إلى بلاد الشام والعراق. نجح خالد بن الوليد في فتح أكثر من نصف العراق في بضعة أشهر، ولم يجبر أحد على الدخول في الإسلام. وكانت الجيوش أولاد جيوش الشام الأربعة تحت قيادة أبي عبيدة ابن الجراح. ثم أمر أبو بكر الصديق خالد بن الوليد بالتوجه إلى بلاد الشام وقيادة الجيوش. وفي تلك الفترة توفى أبو بكر الصديق وكان عمره 63 عاما. وكده نكون قد انتهينا من درس اليوم، وأطيب أمانينا القلبية بالنجاح والتفوق.